بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فما بال قلوبنا يا عباد الله، ما هذه القسوة عند تلاوة كلام الله؟ ما هذه الأقفال التي على القلوب؟ مواعظ تتلى وعبر تسمع وسور تقرأ، ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى. من منا بكى عند قراءة الحاقة؟ ومن ارتجف حين سمع الزلزلة؟ ومن تاب يوم أن قرأ القيامة؟ ما هذا الران الذي على القلوب؟ أفقدت قلوبنا من حجر؟ أما إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل